السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ هذا الفيديو واقعي اصدقائي جدا جدا، لكن بيطلب منك شغلتين حتى تقدر تجمع مليون دولار. طبعا الشغله الاولى هي الاراده، والشغله الثانيه هو صبرك على صفقاتك. يعني انت لازم تحصل ربح يومي ثابت الى مده معينه، بهاي الطريقه انت بتقدر تلقائيا تحصل على مليون دولار. رح اشرح كل الخطوات وكم النسبه اليوميه اللي لازم تربحها لحتى توصل لهذا الهدف. اما مش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، رح اتكلم بداية الفيديو عن الخطة الاستراتيجية اللي رح نمشي عليها بقناتنا، ورح اتكلم بالفئة الثانية او الجزء الثاني من الفيديو عن تحليل سوق العملات المشفرة والدولار. خليكم معنا اصدقائي لنهاية الفيديو حتى تستفاد بالخطة اللي لازم نمشي عليها في القناة. اول اصدقائي، اذا بندخل على حاسبة الفائدة المركبة او الربح التراكمي، طبعا لحتى احصل على ربح وقدره تقريبا مليون دولار لازم يكون رأس مالي 600 دولار. بحتاج مدة قدرها 8 شهور فقط. كل ما نقص المبلغ زادت المدة، كل ما كبر مبلغك تنقص المدة. أنا بحتاج لربح يومي ثابت 5% من رأس المال. يعني أنا 500 دولار بحصل يوميا على 5%، في أول شهر فقط بحصل على ربح 1500 دولار. يعني رأس مالي بيتحول من 600 دولار الى 1500 دولار، يعني لازم اربح خلال الشهر الاول 900 دولار. هاي هي الفائده المركبه او الفائده التراكميه. اذا بتحصل يوميا على دخل ثابت وقدره 5%، ال 600 دولار تتحول ل 1500 دولار في اول شهر فقط. وطبعا ال 1500 دولار تتحول 3800 دولار في الشهر الثاني، يعني 500 دولار او 600 دولار ال 5% في اليوم الاول تحصل على 30 دولار. نهاية الشهر بتصير بتحصل بعد ما تنتهي من الشهر الأول 5%، تحصل تقريبا على 75 دولار. لهيك انت في كل شهر بتزيد نسبة ربحك، 5% ثابتة، صعوبة حصولك على 5% هي نفسها والنسبة ثابتة. لكن النقطة الإيجابية انه كل 5% على كل شهر تختلف، يعني 5% في الشهر الأول تحصل على 30 دولار، الشهر الثاني 75 دولار، الشهر الثالث طبعا راح تكون اكثر بكثير، توصل ل 500 دولار. ليش؟ فانت بالشهر الثالث بيوصل راس مالك ل 9500 دولار، اذا يوميا تلتزم بصفقه واحده فقط بربح 5% ثابته. طبعا تحتاج 8 اشهر لتحصل على ربح 973000 دولار، وبتقدر تمدد شهر اضافي حتى تكمله للمليون دولار. هاي حسب حاسبه الربح التراكمي. وطبعا انا حسبت الربح كمان، طلع معي انه الحاسبة ممتازة جدا ودقيقة 100%. لهيك رأس مال 600 دولار، رأس مال ممتاز جدا حتى تبدأ في هاي الرحلة. عملنا قناة وسميناها رحلة المليون دولار، لازم كل يوم نحقق ربح وقدره 5%. يعني انا بدخل صفقات ان كان لونج او شورت، وهدفي ربح 5% من رأس المال. هلا شو هدفي للبيتكوين اصدقائي؟ هدفي للبيتكوين انه انا اولا كسرت المقاومة العديدة اللي هي مقاومة 19000، ما بين 19000 إلى 19100، وأغلقت أعلى هاي المقاومة. هلأ ممكن أرجع أعمل اختبار للمقاومة مرة تانية وأنزل لمنطقة 19000 دولار. إذا كان في كسر وكسرت وأقفلت تحت هاي الدعم، فهيك أنا بيكون عندي هاي الشمعة عبارة عن كسر وهمي لمقاومة 19100 دولار، وبعدها بنرجع بنختبر منطقة 18500. لكن إذا ارتدينا من منطقة 19100 فهدفي هو منطقة 20000، مقاومة ضعيفة، وبعدها عندي مقاومة 21000، من 20700 أو من 20800 إلى 21، هاي مقاومة عنيدة جدا. أنا بدخل صفقات شورت عند كل مقاومة مع ستوب لوز أعلى هاي المقاومة. لهيك أنا حاليا بنتظر الاغلاق التالي، اذا كان اعلى المقاومه بدخل بصفقه لونج، طبعا بحاول اربح 5%، اذا كان فيوتشر او سبوت. من المنطقه الحاليه الى مقاومه 20000 دولار بحصل على ربح تقريبا 5%،
الى 19800 بحصل على ربح 400. فانا بقدر اذا تاكد اقفال اعلى الدعم توصل بيتكوين الى منطقه 20000 دولار، انا بحصل على ربح 5%. بقدر اغلق صفقاتي، انتظر اليوم التالي، ما بدخل اكثر من صفقه واحده في اليوم. طبعا عندي الدولار وصل الى دعم، وارتفاع الدولار من الطبيعي سبب هبوط لسوق العملات المشفره 102 الى منطقه 101، ها مناطق ارتداد قويه جدا، واي ارتفاع بالدولار راح يسبب هبوط للبيتكوين. هاي نقطة لازم تنتبه عليها، خطأ في الوقت الحالي تدخل بصفقات لونج وعندك أساس الدولار وصل لدعم. أنت صح ما بتشتغل بسوق الفوركس، لكن عندك عوامل بتساعد على الهبوط، والعامل الأكبر هو ارتفاع الدولار. مثل ما نشوف عند كل تقرير فائدة أو تضخم أو بطالة، بنشوف أن الدولار بيعمل ارتفاع والبيتكوين بيعمل هبوط، أو العكس صحيح، الدولار بيعمل هبوط والبيتكوين بيعمل صعود. لهيك العامل الأول هو عامل الدولار. حاليا الدولار وصل لمناطق ارتداد، لازم احذر منه وانتبه من صفقات اللونج على البيتكوين، وخاصة البيتكوين عندي اياه حاليا بمناطق حرجة جدا ومقاومات عنيدة. فانا بقدر ادخل بصفقات شورت مع ستوب لوز لحتى ما اخسر، والتزم بربح يومي 5% على مدار 8 اشهر فقط برأس مال 600 دولار. يعني 8 اشهر تقدر تصبر. ممكن في اشخاص عم يشوفوا الفيديو حاليا لهم سنه وسنتين وثلاث سنين بالسوق الكريبتو، انتظر 8 اشهر والتزم بهاي الاستراتيجيه تقريبا 240 يوم، تلتزم باستراتيجيه الربح التراكمي وبتربح 5% فقط، بتقدر تقلل راس المال وتقلل النسبه وتطول الامد. لكن اذا انت بدك تقصر المده كبر راس المال. لكن انا بشوف انه راس مال ما بين 500 دولار الى 600 دولار مناسب لاغلب اعضاء القناه. فتحنا قناة للربح التراكمي، تقدروا تشتركوا بهاي القناة عن طريق الرابط موجود أسفل الفيديو، انضموا لنا على تليجرام وتواصلوا معي حتى تدخلوا بقناة الربح التراكمي. ممكن نحقق نتيجة ممتازة جدا في أول شهر أو شهرين طبعا، وبعدها بتقدر تشترك بشكل دائم بجروب الربح التراكمي. أصدقائي وصلنا هذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى توصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. مع السلامة، دمتم بخير.